لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قصة التاريخ من أوله لآخره في سورة الأعراف، والمحطات الكبرى في تاريخ البشرية، أولها ذكر قصة آدم وخلق الإنسان وسجود الملائكة وإباء إبليس وطرده ولعنته وإهباطه وتصغيره وعداوته لبني آدم. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما كان عليه أهل الجاهلية من الفحش والعري، وأن ذلك من أمر الشيطان الأول، فكشف العورات طريقة إبليسية قديمة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال سبحانه وإذا فعلوا فاحشة الطواف بالبيت عرى، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كذبهم على الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم أي وجهتكم وإرادتكم، أقيموها إرادة واحدة في عبادة الله عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. بداية ونهاية. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، منته بالهداية وعدله في من حقت عليهم الضلالة بعملهم، إيمان بالقدر ومعرفة بفعل العباد. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم ذكر سبحانه وتعالى في سورة الأعراف أحوال الناس، أهل الجنة وأهل النار وأصحاب الأعراف فيما بينهم، ثم يؤولون إلى الجنة، ومشاهد القيامة، وقبلها مشهد خروج أرواح البشر. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، لن يدخلوا الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء عند خروج الروح، تطرح أرواحهم من السماء طرحا، ترمى في الأرض. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة نوح وقصة هود وقصة
صالح وقصة لوط وقصة شعيب، ثم ذكر تفصيلا عظيما في قصة موسى. التوراة نقطة فاصلة في تاريخ البشرية، لأن نزول التوراة وبقاء كتاب منزل مستمرا في الناس أجيالا بعد أجيال كان نقطة بين المراحل السابقة من أن الله الذي يهلك المكذبين بمعجزات من عنده يهلكهم بأمور خارقة، ولم يأمر الأنبياء بالقتال وإنما أمرهم بجهاد الدعوة والبيان، ثم هو ينقذهم وينجيهم. بعد نزول التوراة شرع الله عز وجل القتال، وكان لبني إسرائيل محدودا في بيت المقدس، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ثم اكتمل هذا الأمر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر وأمرت أمته بالجهاد حتى يعم الإسلام الأرض كلها، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أراد أن يعرف منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم فليسمع تضرع موسى عليه السلام لإحياء قومه. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختارهم الأمثل فالأمثل، رجلا رجلا، ذهبوا ليعتذروا على الصحيح عن عبادة العجل، وذلك أنهم قصروا في معاونة هارون عليه السلام حتى استضعفه بنو إسرائيل وكادوا يقتلوه، وكادوا يقتلونه، فكانت فتنة عجيبة، كانت فتنة عجيبة. من يتأمل كيف يمكن أن يرى الناس كل هذه الأدلة والآيات المعجزة المبهرة ثم بعد ذلك يعبدون عجلا؟ هم رأوا هلاك الفراعنة لأجل عبادتهم لغير الله، رأوا البحر ينفلق لهم، رأوا الآيات تتتابع، أرسلنا عليهم الطوفان أغرق زروعهم والجراد أكل ما يدخرونه من يعني أكل كل الزروع، والقمل السوس الذي أكل كل المدخرات من الطعام، والضفادع خرجت عليهم من كل مكان حتى تطفئ نيرانهم، تدخل في طعامهم وفي شرابهم حتى كاد الرجل يغرق، كان الرجل يغرق في الضفادع والدم، كل شيء تحول إلى الدم. يأتون بلبن إذا جاءوا ليشربوه وجدوه دما، يأتون بماء إذا جاءوا ليشربوه وجدوه دما، كل شيء ينزف دما عبيطا سائلا. وفي كل مرة يدعون موسى عليه السلام يدعو الله له، وسيدنا موسى يستجيب ويدعو الله ويكشف، ثم يعودون كل مرة يفتكروا أنه خلاص هيفتروا بقى أكتر، تقوم تيجي ربنا يقدر أن ربنا يحوجهم لسيدنا موسى، وسيدنا موسى يقبل، ما قالش لا، ما احنا ما انتوا نقضتوا العهد قبل كده. سنة ربنا سبحانه وتعالى، المصلحة تقتضي أنه كان يدعي لهم ربنا يكشف عنهم السوء إلى أن يأتي أمر الله. بنو إسرائيل رأوا كل ذلك ومع ذلك عبدوا العجل. الواحد بيفكر كده ازاي القلوب اتغيرت كده، ازاي قبلوا الخرافة التي اتى بها السامري. سبحان الله،
إن هي إلا فتنتك. لما الواحد بيبص كده قضية الإلحاد بعد ما كانت خمدت، كانت في الستينات والخمسينات قضية الإلحاد منتشرة جدا، وتألفت روايات وكتب وبتاع، والإلحاد بقى هو اللي في العالم بعد انتصار الثورة الشيوعية وتكوين دولة قوية وانتصارها في الحرب العالمية على ألمانيا، وبقت القوة العظمى واحتلت بلاد، بقت أكبر دولة من حيث المساحة في العالم الاتحاد السوفيتي. الإلحاد ملأ الدنيا وحرموا الدين، وبعدين خفت واندثر وجاء التدين يملأ العالم. الأماكن اللي كانت بلاد النهاردة إخوة موجودين فيها في كل مكان، آبائهم وأجدادهم كانوا يعني أكثرهم ملحدين. سبحان الله، الواحد لما بيبص كده إزاي عبدوا العجل، إزاي الناس ألحدت، بقى في عقل يقبل فكرة الإلحاد؟ طب أنت هتكسب إيه؟ ما أنت هتموت وهتروح فين؟ يقول لك معرفش. طب وانت يعني انت متحمس قوي للفكره دي ازاي؟ يعني انت ازاي متحمس لفكره ان انت حاجه مش عارفها؟ طب وانت كنت جد برضاك عشان تبقى تقول لا مفيش حاجه جايه؟ حاجه عجيبه فعلا والله العظيم، حاجه غير مقبوله غير محتمله. بايه انت بتقول ان مفيش حاجه جايه؟ مفيش حساب، مفيش اخره، مفيش اله. وانت دورت في الكون؟ وانت تعرف حاجه في الكون ده؟ حاجه عجيبه. وبعدين انت مفيش حاجه تقبل عندك بدون فعل، بدون فاعل. يعني لو لقوا تمثال محفور ما مردوم عليه، حفر ولقوه، عمر ما حد هيقول يمكن اتنحت صدفه، هيقولوا ده ايه؟ يا فرعوني، يا روماني، يا قبطي، يا يوناني. يقعدوا يجوا ده من الاسره معرفش الايه، لا ده من القديمه، لا ده من الحديثه، ده من عهد معرفش مين. يقعدوا يدوروا في كده حاجة ما تحتملش عندهم غير كده. لقوا أدوات حجرية بقى لها 2 مليون سنة، قالوا يبقى كان في بشر هم اللي عملوها، عبارة عن حاجات كده تنفع للحفر، سكاكين من الحجارة قعدوا يحسبوها بالكربون المشع، قالوا إيه بقى لها 2 مليون سنة، قالوا لازم البشر يكونوا اللي عملوها، لازم كائنات عاقلة. اشمعنى أنت بقى الكون الهائل ده تقبله كده؟ تردها تقول ايه؟ ان هي الا فتنتك. قدره ربنا وتقليب القلوب، زي ما بنو اسرائيل قبلوا الحاجه السخيفه ان العجل ده هو اله موسى. سيدنا موسى كان في وادي تاني خالص، كان يناجي ربه صايم وقائم 30 يوم، وبعدين استاك بلحى شجره فقال، هي دي عندي أخبار يعني ليست حديث صحيحة ولكن يستأنس بها، فقال الله له: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ أمره بأن يزيد 10 أيام أخرى يصومها ويقومها. وتخيلوا بقى لما سيدنا موسى هو اللي بيصوم ويقوم، مش زي حالتنا بقى، صائم قائم في الخلوة 40 يوم، حيهيئ لي. ولذلك لما سمع كلام الله اشتاق أعظم الشوق وسأل الله أن نظر إليه سبحانه وتعالى. ولكن البنية الإنسانية لا تحتمل في الدنيا الغرض المقصود. بنقول سيدنا موسى أخذ 70 رجلا لكي يعتذروا عما جرى من قومهم من عبادة العجل، ودول 70 من اللي ما كانوش عبدوا العجل، ولكن هيعتذروا عن ايه؟ هيعتذروا ان هم ما ساعدوش سيدنا هارون، وسابوا المجرمين المفتريين يستضعفوه، وسايبين الموقف سلبي كده. سيدنا هارون كلمهم ودعاهم الى الله وما فيش فايدة، هيقتلوه. والصالحين دول سابوا ساكتين. تفسخ أمر الدين والهوية عند أكثر بني إسرائيل الذين عبدوا العجل. فلما أخذتهم الرجفة جم، أخذتهم صاعقة، ماتوا
سيدنا موسى يعمل ايه؟ ده هم خيار بني اسرائيل، هيقود بني اسرائيل ازاي؟ هيعمل المطلوب ازاي؟ ولذلك قال اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. طب بني اسرائيل كتير ما هلكوش، لكن لو هلك علماؤهم فقد ايه؟ فقد هلكوا. اتهلكنا يعني بموت العلماء دول، موت الفضلاء، ودول اللي يرجى ان هم يغيروا حال بني اسرائيل. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك. بيتوسل الى الله بما يحبه عز وجل من شهود تدبيره للامر وهدايته من شاء واضلاله من شاء. توسل الى الله بكمال المشيئه وكمال الفعل والقدره. ان هي الا امتحانك للناس، يبقى تشهد ان في امتحانات بتحصل تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك. احيا الله له السبعين بعد الرجفه، ولكن ذكر سبحانه وتعالى حجر الزاويه في تاريخ البشريه. قال ولا ورحمتي وسعت كل، قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه، زكاه القلوب، لا اله الا الله، واتيان ايتاء الزكاه الماديه من ذلك. والذين هم باياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. قلنا في التوراة لغاية النهاردة يقول أقبل الرب من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن أو تلألأ من برية من جبال فاران، يعني تدرج. أقبل الرب من سيناء وأشرق يعني استنار من ساعير جبل بيت المقدس، اللي هي رسالة مين؟ سيدنا عيسى. واستعلن او تلألأ في ترجمتين من جبال فاران التي سكنها اسماعيل عليه السلام، اللي هي الحجاز، ولغايه دلوقتي موجوده، مع ان اليهود لا يعترفون بنبوه ولا رساله قط في جبال فاران. نقول لهم طب انتوا عندكم مين اللي ربنا خاطب سيدنا موسى وقال له أني سأقيم لهم في بني إسماعيل نبيا مثلك؟ في بني إسماعيل فين نبي بني إسماعيل اللي انتم موجود عندكم في التوراة؟ فين أن الله وعد إبراهيم أن يجعل من إسماعيل أمة عظيمة فيهم 12 رئيسا؟ ده اللي هو الرسول قال لا يزال أمر أمتي قائما ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش. هم دول من نسل سيدنا إسماعيل. فسبحان الله، أين الوحي الذي نزل على جبال فاران؟ ما فيش أصلا وحي غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. في الإنجيل الكلمة اللي هي ادها أن المسيح قال إن الحجر الذي رفضه البناؤون صار هو حجر الزاوية، هو موضع اللبنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مكتوب في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا ذكر لموسى عليه السلام فضل أمة أحمد، فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله علينا. النقاط المحورية في حياة الإنسانية كلها مذكورة في هذه السورة العظيمة، و بيان أن رسالة الإسلام، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي أعظم الرسالات، والوحي المنزل هو النور الذي أنزل معه، وأن تأييد الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته، فالذين آمنوا به وعزروه أي أيدوه ونصروه
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أي نعمة أنعم الله علينا بنعمة القرآن؟ أي نعمة أعظم من نعمة الرسول عليه الصلاة والسلام والوحي المنزل عليه؟ هل آن لنا أن نواظب على نصيبنا من النور؟ هل آن لنا أن نواظب على نصيبنا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لنعزره ونوقره وننصره ونؤيده لنتبع فعلا النور الذي أنزل معه اتباعا حقيقيا؟ نسأل الله أن يمن علينا بفضله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.